خلوني ارحب بضيفي على الهاتف الاستاذ ابراهيم مسلم الصحفي الفلسطيني. اهلا بك استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا بك. اهلا بك معنا في ايه الحكايه. استاذ ابراهيم، واحنا بنتحدث الان في مشاورات وفي لقاءات واجتماعات بين كل من الجانب المصري والامريكي والموساد والقطري بخصوص الهدنه وتمديد الهدنه. في البدايه في انباء تم نشرها نقلا عن بلومبرج ان تم تمديد الهدنه حتى يوم الجمعه، وحسب بعض تصريحات الاعلام العبري ان الهدنه ممكن يتم تمديدها حتى يوم الأحد القادم. تأكيد حضرتك على مد الهدنة ده حقيقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى هذه التغطية المميزة. شكرا لك. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي خبر حقيقي من تمديد الهدنة. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي خبر يتحدث عن الهدنة. مجلس ما يسمى بمجلس الحرب الإسرائيلي يعقد يعني في هذه الأثناء مشاورات حول المقترحات التي قدمها الوسطاء لتمديد الهدنة لأيام إضافية سواء يومين أو أكثر، لكن حتى هذه اللحظة لم يعلن بالشكل الرسمي والقاطع عن تمديد الهدنة الإنسانية بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي. طب بالنسبة بقى للمشاورات اللي موجودة الآن في قطر واللي بتجمع رؤساء ثلاث أجهزة استخبارات أقوياء في معنيين بالقضية الفلسطينية، إيه المتوقع من هذا اللقاء؟ وهل ممكن يكون ليه تأثير كبير وإيجابي متوقع؟ بداية، هذه المشاورات مستمرة منذ أيام، لم تنقطع بين الوسطاء وبين المعنيين سواء كانوا في الاقليم او ربما سواء كانوا من حلفاء اسرائيل، ما تسمى باسرائيل في المنطقه. الكل تدخل منذ بدايه هذه الحرب، اولا ربما لانتهاء وقف اطلاق النار والاعلان عن وقف اطلاق النار، بالاضافه ليتوسط يعني تجنب قتل المدنيين او ربما دخول المساعدات الى قطاع غزه، وخاصه ما يتعلق بالمساعدات الطبيه والوقود. كل هذه المشاورات، كل هذه التدخلات سواء كانت المصرية أو القطرية وهي تعتبر من الركائز الأساسية في المفاوضات بين حماس أو المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف على مدار أيام. كل هذه الجهود التي تبذل لا أساس قوي لها سوى أن تقدم فقط ما يتعلق بالهدن الإنسانية أو تقديم المساعدات التي في معظمها لا تصل، خاصة في منطقة غزة وشمال قطاع غزة. التدخلات الحقيقية هو وقف إطلاق النار والإعلان عن وقف إطلاق النار من الجانبين، وهذا ما تسعى إليه الوسطاء في هذه المرحلة. أما بخصوص موضوع تمديد الهدن بالأيام، فهي يعني هدن مشروطة ويصحبها تبادل للأسرى ما بين الجانبين، وكان آخرهم في اليوم السادس مساء هذا اليوم عندما سلمت المقاومة عدد من الأسرى الإسرائيليين وأصحاب الجنسيات المختلفة للصليب الأحمر، وبدور الصليب سلمها إلى على الجانب المصري، ومن ثم نقلهم إلى أراضينا المحتلة. ما يتعلق بموضوع التفاوض، هنالك مقترحات عديدة تقدم بين يدي المفاوض وبين يدي المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، منها هو استمرار في الهدنة الإنسانية، ومنها في الإعلان عن وقف. لكن ما يتعلق من جانب المقاومة على وجه التحديد، فكان هنالك تصريح من حركة حماس بأن الجهود التي تتعلق بموضوع الهدنة الإنسانية لم تتضح حتى هذه اللحظة، وما يجري هو تقديم هدن خاضع للدراسة. حركة حماس قالت أن المقاومة هيئت نفسها لاحتمالات كبيرة بعد انتهاء الهدنة، قالت أيضا أن الاحتلال بأي عدوان، إذا قام الاحتلال بأي عدوان المقاومة مستعدة، وإذا استمر الهدوء فسنواصل التهدئة. أيضا قالت إذا أبدى الاحتلال استعدادا لتبادل الأسرى كبار السن، فالمقاومة مستعدة لذلك، ما يعني من تمديد لهذه الهدنة.
استاذ ابراهيم، هو انا عندي مشكله في الصوت، يعني فجاه الصوت بيروح، فلو حضرتك تفضل محافظ على جوده الصوت يعني تكون مشكور. استاذ ابراهيم حضرتك سامعني؟ الان سامعك جيدا. انا كان يعني برضو انا سامع حضرتك دلوقتي بصوره كويسه جدا، بس نحافظ على الصوت بهذا. يعني الان وحضرتك بتكلمني في اخبار نقلا عن الاعلام الصهيوني ان في اجتماع عاجل الليله لتحديد موقفهم من تمديد الهدنه لمده يومين. يعني حتى الان فعلا زي ما حضرتك ذكرت الجانب الصهيوني ما اكدش انه هيمدد الهدنه ليومين. ماذا لو، ماذا لو، طبعا دي حاجه ما نتمنهاش ابدا ابدا، ماذا لو تم رفض تمديد الهدنه؟ ايه هيكون الموقف؟ الموقف على اخواتنا داخل القطاع، والموقف من خلال برضو المقاومه، هل عندها اي خطط، اي استعدادات، اي تجهيزات لما بعد وقف الهدنه؟ بكل تاكيد كل السيناريوهات مطروحه على الارض، سواء كان تمديد الهدنه الانسانيه وتبادل الاسرى او الرجوع الى يعني الى ما كان قبل الهدنه وهي الحرب وشن العدوان من جديد على قطاع غزه. استاذ ابراهيم الغربيين ان الاحتلال الاسرائيلي يعيش في نعم انا اسمع جيدا لان الصوت يعيش في اسوء حالاته من الانقسامات داخل الكيان الاسرائيلي ما بين اليمين واليسار وبين المعارض امام الحكومه، خاصه ان الكثير اطلاق النار، واعلن بكل وضوح انه في حال تم وقف اطلاق النار سيتم الانسحاب من الحكومه وبالتالي اليمين المتطرف لا يريد وقف اطلاق النار خاصه. انا عندي مشكله كبيره في الصوت طبعا، يعني احنا فاهمين وعارفين سوء الاتصالات اللي موجود دلوقتي في القطاع عامل ازاي، يعني حتى الاتصالات التليفونيه، يعني حتى الاتصالات التليفونيه مش قادرين اننا نقوم بيها بصوره جيده. اذا قدرنا اننا نتواصل مره اخرى مع الاستاذ ابراهيم اكيد هنرجع، لاننا كنا محتاجين نعرف استعدادات المقاومه في حال رفض تمديد الهدنه مره اخرى. عموما استاذ ابراهيم مسلم الصحفي الفلسطيني، بشكر حضرتك على مداخلتك معنا.